السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال جيدة دائما. هذه هي البداية المقدمة عندي في كل فيديو. صراحة توحشكم وبغيت نظهر هكا على القناة ونشكر البنات اللي ساندوني في الفيديوهات ديولي، كيتفرجوا فيا. مهم اللي كيدير لايك ولا اللي ما كيديرش لايك، مهم كلكم شكرا لكم بزاف. وبغيت نقول لكم واحد الخبر اللي فرحني في هاد الثلاث ايام هذه اللي دازت. الحمد لله القناه ديالي تقبلات ويعني وتفعلات الحمد لله. هذا شكر لكم بزاف، لانني صراحه كنت كنخدم غير الفيديوهات، ما كاينش دعم وما كاينش حتى شي يعني، وما كنتش كندير لايفات يعني بزاف. يعني تقريبا هذه مده 5 شهور باش فتحت القناه، درت تقريبا واحد 4 ديال اللايفات، يعني ماشي بزاف وماشي شي لايفات اللي طوالين او لا. المهم المغزى من هذا الشيء كامل هذا الحوار اللي قلت لكم، وهو يعني رساله للقنوات الصغيره انهم ما عندهمش الحل الا يخدموا على المحتوى ديالهم ديال القناه، والاهم انهم يكثروا الفيديوهات. ماشي مهم مشاهده، ماشي مهم 100 60 50، هذا الشيء كي يعني كتطلب مجهود انك تبقاي تسجلي فيديو. انا كيجيني فيديو انني نسجل فيديو احسن ليا من اللايف، لان اللايف كيدير ليا بزاف ديال الوقت، وهذاك الوقت اللي كيدير ليا اللايف نقدر ندير فيه انا شي جوج الفيديوهات او ثلاثه يعني وبقاو عندي في القناه، ماشي غير ديك الساعه وكيمشي اللايف لانه كيموت ما عندوش. انا من جهه من وجهه نظري يديروا لايفات ونفس الوقت عاوتاني يديروا فيديوهات، داكشي كيبقى على حساب يعني الجهد ديال كل وحده فينا. انا على العكس، كاين اللي كيجيها اللايف ساهل، انا كيجيني فيديو نخدمه احسن. وكان هكا كي حتى اليوتيوب هكا مني كيجيو يراجعوا في القناه ديالك كيشوفوا بلي المحتوى كاين، يعني ماشي غير لايفات وهادشي، كيبقاو كيشوفوا كيحلوا. المهم هذه كنصيحه للصديقات ديالي او البنات اللي هكا يعني كنعرفهم هكا في القناه، يعني البنات اللي مبتدئات بحالي، لانني حتى انا مبتدئه وما عنديش بزاف ديال الناس وما عنديش شي رصيد هكا ديال الفيديوهات. مهم انا القناه ديالي تقريبا فيديو واحد اللي خدم عليا في القناه. شوفوا البنات بالنسبه الفيديوهات راه غير زهر كما نقولوا حنا، غير شانس، يعني ممكن ان فيديو في القناه ديالك يطلعك فيديو واحد. انا هذا الفيديو ماشي طلعني يعني واو يعني شي، مهم حقق لي الشروط اللي كنت انا باغاهم، وكنت كنطمح انني نحيد عليا هذا الشرط هذا من الطريق ما يبقاش قدامي. وعاد ان شاء الله نتفرغ للقناه ديالي ونحاول نغير في المحتوى ديالها وننوع باش القناه ديالي تزيد تطلع اكثر. كان خاصني ولا بد انني ندير هذه الخطوه هذه، نحيد عليا الشرط دابا. الحمد لله حيدته عليا. ما كنبقاو في ديك المرحله ديال الخطر، شي وحدين كيكتبوا كيقول لك يعني خصنا 10000 الى ما دازت عليك عام تقريبا خصك ديري 10000 ساعه باش يعني يقبلوك في اليوتيوب، لانك تجاوزي داك السنه يعني مشكل. يعني خصني شرط ديال 10000 ساعه و 100000 في هكا باش الناس يشوفوني. الو جاني هادشي صعيب، قلت مشكله هادي الساعه. الحمد لله والشكر لله، والشكر لكم كاملين البنات اللي كيتابعوني، كنشكركم وحده بوحده. وكنتمنى لكاع القنوات الصغيره اللي بحالي ان شاء الله يا ربي كل وحده يسهل عليها الله وتسالي الشرط ديالها. هذا لا يعني البنات كنقول لكم ما ديروش لايفات، الا عندك اختي الطاقه وعندك الوقت ديري اللايف برافو عليك ديري راه كيساعد، ولكن انا كنفضل انك تخدمي حتى بالفيديوهات باش هكا ملي تكون مراجعه ما يلقاوش باللي القناه ديالك كلها غير لايفات. يعني خاصك تنوعي، نص ديري فيه لايف والنص ديري فيه هكا وصفات، نوعي. المهم فلوغات اولا، ماشي غير البنات اللي كيديروا الطبخ اولا الوصفات، وانما كاينين بنات اللي كيديروا هكا الفلوغات الروتينات. المهم منوع،
والله يحقق لكل وحدة الحلم ديالها إن شاء الله وتوصل داكشي اللي كتطمح فيه يا ربي. والبنات عندي الإضاءة شوية ناقصة، أنا راه جيت غير حدا الشمس هكا من حدا الشرجم باش تشوفوا الوجه ديالي شوية. لاحظوا معايا شوية دابا كتبان البنات، راني درت واحد الماسك لوجهي ديالي. هذا أنا استعملته قبيلة ودهنته بواحد الزيت هكا عندي، بغيت نبارطاجيه معاكم اللي هو زوين. والمكونات اللي متواجده في كل بيت، دائما كنقلب على الحاجه اللي تكون يعني عند كل شيء، ماشي عند يعني ناس كتكون عندهم وناس لا. الو هذا الماسك هذا راه زوين ومغذي البشره وكيحيد كيفتحها، يعني الحاجه الزوينه فيه او الاساسيه فيه انه كينقي البشره. وغادي نبدا نحضر في الماسك اللي غادي نستعمل. خديت كاسرونة وضعت فيها الماء، وبعد ما سخن يعني ولا الماء غلى زدت عليها الروز نص كاس صغير. وإلا عندكم الروز داك المكور داك اللي كيكون داك البيض من الأحسن، لأن كيكون فيه نشا زايد على هذا الروز، هذا على هذا الروز الصفر اللي عنده حبة طويلة. أكيد لما ما عندكمش متوفر استعملوا هذا. بعد ما سلقته في الماء غادا نحتفظ بالماء، وغادا ناخد الروز. وحتى الروز داك كلاصي راه بسرعة كيطيب، يعني ما كياخدش بزاف ديال الوقت وكيتعجن، يعني كيكون أحسن حتى فاللي مني كتبوه هكا طحنوه كيكون ساهل. وغادا ناخد هاد الميكسور وغادا نطحن الروز. المهم نتوما على حساب شنو بغيتو، بغيتو ديرو كمية اللي مهمة شوية تحتفظو بيه في التلاجة وتبقاو تستعملوه، أولا ديرو غير جوج المعالقات وتستعملوهم، داكشي كيبقى اختياري. المهم أنا بغيت غير نوريكم الطريقة بالتفصيل كيفاش كندير ليها وكنحتفظ بيها هكاك في التلاجة، يعني وقتاش ما كنحتاجها كنحس بالوجه ديالي ماشي هو هداك، كندير قوماج للوجه ديالي ومن بعد كنستعمل هاد الوصفة باش الوجه يبان أحسن. وزدت جوج المعالقات ديال الماء ديال الروز، غادا نبقى هكا نخلط ونزيد الماء ديال الروز باش هكا ما تبقاش عندي ديك العجينه الكتله ديال الروز. وكنزيد ناكد الا كان عندكم سكر كلاصي كيبقى احسن. لاحظوا انا كنطحن فيه، يعني المهم غنطحنو حتى نحس به، يعني ولا بحال ولات عندي لاباط بحال شكل ديال بحال كريم. هنا راه تقريبا راه واجد، غادا نوضعو في هاد المهم في اي زلافة عندكم. هاد الماسك راه كيكون زوين وكيفتح البشرة البنات. وهنا بغيت نشارك معكم هذه اللقطه، هذه كان المنتخب المغربي لعب البارح، وهنا ولدي مسكين فرحان وهز الدرابو كيفرحان، ولكن للاسف يعني الفرقه خسرات. وهنا غنرجعوا الماسك ديالنا، عندي هنا الرز اللي طحنت وجوج المعالق ديال النشا والماء ديال الرز اللي صفيت، وغادا نستعمل قطرات ديال الزيت ديال لافوكا كيبقى اختياري، اللي ما عندوش يمكن لي يستعمل زيت اللوز اولا اي زيت من الزيوت اللي متوفر عنده ماشي مشكل. هذا البشرة الجافة بحال البشرة ديالي، اكيد للبشرة ديالها دهنية راه هاد الوصفة هادي اكيد غادي توافقها بلا ما دير حتى زيوت، غضيفها غير هي غير ماء الروز ونشا والروز كافي. اما البشرة اللي كتكون جافة ضروري خاصة دير واحد قطرات ديال الزيت باش هكا لابو ديالها ما ينشفش كتر. والنتيجة ديال هاد الوصفة هادي راها مضمونة 100%، يعني بدون شك وعن تجربة، يعني جربتها مرات ومرات عديدة وبغيت نتشاركها معاكم. والوصفات ديال الرز البنات راه دائما الماسكات ديال الرز، يعني ما تردوش انكم ديروهم لان فعلا فعلا كيعطي نتيجة كينقي البشره. وحنا في الفتره ديال رمضان دازت واحد المده كنت مرضت فيها ما بقيتش كندير ماسكات، وكنحسيت بالبشره ديالي ولات يعني
جافة وما بقاتش هي هذيك، وقلت غادا نبارطاجي مع البنات هاد الماسك هذا، وفي نفس الوقت نقول لهم على يعني الفرحة ديالي بالقناة ديالي. الحمد لله تقبلات، لأن دائما كيكون تخوف أن القناة ديالك تقبل أو ما تقبلش، حيت كاينين بزاف ديال القنوات اللي كي يعني ما كتقبلش لهم القناة، ما كيحترموش الشروط، أو لا كيديروا موسيقى ماشي ديالهم، أو لا مثلا شي فيديوهات هكا ماشي ديالهم. انا دائما ماشيه جنب الحيط، يعني كنحاول نخدم على المحتوى ديالي، وكنبعد من المشاكل، وكنبقى في الحاجه اللي انا اختاريتها، وهي يعني في الاول والاخير لاكويزين هي الاساس. ولكن ضروري غدا ان شاء الله كنتشارك معكم مره نهارات ديولي كيفاش كيدوزو، او الخرجات ديولي الا كانت شي حاجه، المهم شي حاجه اللي تكون زوينه وما ديرش على النفسية ديالكم، أو شي حاجة هكا اللي تكون محمسة هكا نحمسكم أكتر. وهنا راه الماسك ديالي راه كان واجد، ومشيت باش نوضعه على البشرة ديالي بعد ما كنت غسلتها ودرت ليها القوماج. وضروري تنظفوا البشرة ديالكم البنات، وديروا شي مقشر للوجه باش هكا البشرة ديالكم تبان، والماسك يعطي نتيجة أحسن. وراني كنت هضرت معكم في الفيديو، قلت لكم راني دايرة الماسك كنت درتو، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. وإلا عجبكم الماسك اللي استعملت أكيد ما تبخلوش ليا بلي لايك وبارطاج مع الأصدقاء ديالكم، وأكيد أكيد هذا الماسك راه ناجح 100%. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم.